السلام عليكم، جيسبر تكونوا بيان. انا صافا الحمد لله. بون اليوم جيت ندير معكم وصفه تاع التربل. شوفوا شحال يجي شباب، التربل او المرقه. شوفوا كيش يجي حمر ومرق بنين خفيف. الوغ باش نديرو الوصفه نحتاجو زوج كيسان زبيد رطب، هكذا كاس تاع الفرينه، كاس تاع الماء دافي، هاد الكاس تاع 240 مللتر، والكاس الثاني نحتاجو الثلث تاع كمية مضبوطة. نحتاجو معلقة كبيرة تاع خميرة تاع الخبز، معلقة كبيرة تاع السكر، معلقة صغيرة تاع الملح، معلقة صغيرة تاع خميرة كيميائية، أو ما يعادل نصف باكي تاع خميرة كيميائية. نبداو على بركة الله. ألوغ نديرو هادوك زوج كيسان تاع السميد رطب طون ريسيبيون، أو نزيدو عليهم كاس تاع الفرينه ونخلطو هاد النواشف. هاد المرحله مهمه بزاف، يتبعوا المراحل باش يجيكم الدربل تاعكم شباب. الوغ نضيفو خميره تاع العجين، معلقه كبيره تاع السكر، معلقه صغيره تاع خميره كيميائيه، والمعلقة الصغيرة تاع الملح ديروها دو كوتي، وتوجو نعاودو نخلطو كامل النواشف. نخلطوهم بيان، هيدا تكون بلي هاد المرحلة مهمة. هيدا هداك الكاس الأول تاع الما نضيفوه مباشرة وكامل ونخلطو. الوصفه للمبتدئات اللي ما يعرفوش شحال يزيدوا الماء، شحال يزيدوا السميد، شحال هذه وصفه مضبوطه تكون سهل. الوغ نعاودو نجيبو هذاك الثلث تاع الكاس ونزيدو فيه شويه بشويه، نزيدو ونطمو العجين، نزيدو ونطمو العجين حتى وين نلحقو الحلقه تاع العجينه تكون طريه ماشي جاريه، او ميم طون تكون تكون سهله في الاستعمال، نعم ما تكونش يابسه. دوك تشوفوا القوام اللي خصنا نلحقوه. الغنى نزيد ليه بشويه ونطم، اما تعجنوهاش دروك غير طموها. فوالا انا اتيزيت كاس كامل هداك التولي تاع الكاس، بقى قدام منو بلاك قص معلقه كبيره ولا ما. شوفو نطمس لي العجينه وريها رطب، ها طري. شوفو القوام، شوفو تلحقو لهاد القوام اللي نوريه لكم. شوفو نحيوها من الريسيبيو، نحيو لاباط تاعنا من الريسيبيو، نعملوها سوغ ان بلان دو طرافاي ونخدموها حشوية بون واحد دو ا تخوا مينوت. فوالا هانتا نخدموها شوية، تتوليكم العجينة تاعكم رطبة وملسة، تعيوش راسكم بزاف العجين. دو تخوا مينوت كافية. شوفو كش تولينا العجينة، تولينا ملسة طرية والقوام تاعها متماسك غاية. هنا في هاد المرحلة نقسموها لثلاثة تاع الكريات. أنا حبيت هكدا، اللي يحب كمية كتر والحبات شوية صغار يقسم عدد كثر تاع الكريات، واللي يحبهم كبار يقسم غير على زوج تاع الكريات. فوالا نسجلوهم غاية الكريات هيدا، نديروهم في ان بلاطو ولا اون اسيت فيها الزيت، نخليوها تحمر بوندون ها 10-15 مينوت. انا خليتها ابان 15 مينوت. فوالا بعد ما خفت
الوغ نمسحو الكرية الأولى، نحطوها سوغ بلون دو طخافاي، نديرو الزيت ونحلوها كما لي نحلو ملوي ولا محاجب، ولا أنا تكون كامل شاطرات ما شاء الله كامل تعرف ديرو الملوي والمحاجب. الوغ نأسيو ونحلوها ركيكة غاية، شوفو كشريها تساعدني العجينة حلو. أسيو ديروها أن كاغي كبير ولا فين ما تصيبو موطا خشين تعاودو تسوقو. نجيبو تماك الزبدة دايبة يطاليوها على كامل لا سيرفاس، اللي تحب الزبدة بزيادة تكتر واللي تحب ديجي الزبدة بزاف تملي الوغ. نجيبو السميد الرطب اللي يوتيليزيناه لاباط، نرشو كامل هداك السطح ونعاودو نطويوها كما لي نطويو الملوي، سيتاتير نجيبو تسولوت الوسط نعاودو نديرو توجور الزبدة والسميد، نعاودو نكملو تسولوت لاخر حتى نفورميو هداك لو كاري تاع الملوي. توجور كما نطويو نديرو الزبدة والسميد باش تجيكم ورقة غاية. كي نفورميو هداك لو كاري نعاودو نطمو كامل هدوك لي كون باش نفورميو اون بول، طموها غاية وخليوها تريح. نعاودو توجور كرية تانية لا ميم شوز، نحلوها بالزيت تري بيان تساعدكم لي جامي جحماها المدبل ولا جامي دارتو بالك المبتدئات بالكوبا، تسيي هاد الوصفة تنجحلها 100%. فوالا توجور نحلوها غاية الغاية، شوف العجينة ما تقطع ما والو، ندير من حس الطون ندير من حس السميد ونطويها مغمار كما لي نطويو الملح. وبين كل طية وطية ديرو الزبدة والسميد. فوالا اون فوا نكملو كامل الكريات نوليو الكرية الأولى نبلاطيسيوها غاية. الطاجين يكون سخون تخي تخي بيان، ديرو فيه الزيت، ديرو هديك الحبة تاعنا وما نتوشيوهاش، هذا هو السر ما نتوشيوهاش حتى تحمر غاية من تحت ونقلبوها. أنا السر باش يجيكم طياب مليح وتجيكم بنينة ورقة غاية، اون فوا تحطوها في الطاجين اللي يكون سخون غاية ما تخربوش فيها حتى اللي تقلبوها حتى اللي تكون حمارت من تحت. كيف تقلبوها تخليوها شويه وتعاود تبداو تدوروا بها فيها بيديكم كما اللي وجدتكم بشويه بشويه. هذه الطريقه باش يجيكم الاحمرار كامل السطح تاع الحبه تاعكم، ما تجيكمش جهه حمراء وجهه ماشي حمراء. شوفوا كش راني ندور غير بشويه بشويه، دوك تشوفوا كي نرفدها كيفاش تجي حمراء من كامل الجوانب. نعملوها سوغ ان بلا فيه ان بابي ولا باش ما تعرقلناش، شوفوا شحال جات حمراء. الو نعاودو نفوتو نزيدو شويه تاع الزيت، نفدو الكريه الثانيه اللي كنا وجدناها ابلاطيسيوها حتى هي ونحطوها فوق الطاجين. الو العجينه تساعدكم ما تغلبكمش ماشي جاريه او ميطون تساعدكم تخدخيها. شوفوا هنا بلي انا حطيتها ما زدتش خلبت فيها. الطاجين ما نخلبوش فيها حتى تحمر غايه من تحت نقلبوها. دروك هذيك اللي طابت تما نجيبو حشويه تاع الزبده، سواء اللي كانت باقيه تما في لو بول ولا اللي كانت باقيه تما سوغ لو بلون دو طرافاي ولا، ونجيبو ان بانسو ونديروها فوق هذيك الحبه اللي طابت تما باش تجينا بغيونط، وهذيك لا دوغيو تقعد لنا توجور بغيونط وطريه. شوفو شوفو كي تجي بغيض. الوغ انا كملت كامل الكميه اللي عندي ونولي لكم. شوفو هنا بعد ما كملت كامل الحبات الثلاثه شوفو شحال جاو طريين، شوفو مرقين حمر. هذيك التقنيه اللي قلت لكم عليها تاع الاحمرار سيوها ما تندموش. شوفو شحال لكم هنا حبه تاع عاده سخونه غير باش تشوفو التوراق كيفاش يجينا، جينا مرقه وبيان فويتي بنية الزبدة تجي بنينة بزاف. شوفو فوالا تجي مرقة هاهي بنينة خفيفة، تخرج كمية معتبرة. شوفو شوفو تما. ألوغ فوالا
جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو، سيوها ما تندموش تسكروني، إلى لا بروشين فيديو إن شاء الله.